أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. أمن هو قانت بغير حساب.
وأمرت لأن أكون أول المسلمين. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل الله أعبد مخلصا له ديني. فاعبدوا ما شئتم من دوني قل ألا ذلك هو الخسران المبين. لهم من فوقهم ظلل تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عبادا يا والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أفمن حق عليه كلمة العذاب
لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية غرف فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا إن
وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون قرآنا عربيا ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا بل أكثرهم لا يعلمون إنك ميت وإنهم ميتون قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون ضرب الله مثلا
متشاكسون ورجلا سلما الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون إنك ميت وإنهم ميتون ثم إن إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون صدق الله.